Pour ce qui est avec le fanam Didin Clash, انا Didin Clash c'est une personne que je respecte beaucoup surtout خدمته وفنيا. Didin درنا اغنية في الاستوديو كملناها درنا زوج اغاني ماشي اغنية واحدة ولكن بور لانستون رانا اون ستاند باي يعني هو عنده خدمته منا وانا عندي خدمتي منا فلازم نعاودوا نتلاقاو ايضا ونشوفوا وشنو هي الاغنية اللي نخرجوها بور لانستون انا اونكور ريان سي دايوغ ما فهمتش كيفاش جبتوا الحصري هذا قناة شروق يعني كوم دابيتيد مع ربح علاوة توجور عندكم الحصري بيان سور دونك Didin سي اون بيرسون لي سي ان ارتيست قعدنا كيف كيف وخدمنا كيف كيف لو كان تعرفوا في ثواني في دقيقه يخرج لك كتيبه يعطي لك ان تكست ويعطي لك لحن تعلمت منه بالبزاف وان شاء الله ان شاء الله نقدروا نديروا هذا الديو ونخرجوا الاغنيه كيما رانا حابينها ونخرجوها ان شاء الله بالتوفيق لكم.